نجم من نجوم التواصل الاجتماعي مثير للجدل اليوم ضيفنا في غبقة الحمراء. يا مرحبا فيك مشارب. حياك الله عليك ومبارك عليكم الشهر وعلى السادة المشاهدين. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وتقبل طاعتك منا ومنك طول عمرك. يعني هادي على الهواء وجميل، دائما نشوفك في مواقع التواصل الاجتماعي كلها متنرفز ومعصب على متابعينك. انتم ظالميني، انا كلها هادي والله صدق والله. انتم ظالميني بس تصيدني قبل الفطور واخر عني دير بالك. حياك الله مشرف. دائما ما شاء الله تبارك الرحمن، انت من النجوم اللي اي اسقاطات او اي نغزه تقطها تصير حدث المجتمع. انت عارف مدى تاثيرك على هذه الشريحه الكبيره من الناس؟ هو عارف انه في تاثير، وهذا الحمد لله ما الا من ثقه الناس المشارب ويابس. المعلومه اللي اقولها اكون متاكد منها 99.9% من المعلومه هذه، فالناس مجربين وكذا مصداقيتك يعني عارفين المصداقية، فالحمد لله هي التأثير من المصداقية. وايد ناس تحط تعطي معلومات وتكون غلط مرة مرتين ثلاث خلاص يحترق، فالحمد لله يعني المصداقية والمصادر موثوقة لله الحمد. الحمد لله مشارب ويابس، يعني ما شاء الله متابعينك بتويتر 1,230,000 شيء كذي متابع، وانت تستاهل بلا شيء. الله يبارك. لكن فلسفة التعامل معاهم، انت دائم قاعد نشوفك يعني مثلا اذا واحد علق تقول لهم مثلا انا حاط العنوان هذا روحوا اقراوا كذي، ليش تسألوني؟ ما تخاف ان تخسر المتابعين؟ ليش تخسر المتابعين؟ بالنهايه انا قاعد اتعامل معاهم مثل ما اتعامل مع اي صديق لي بالديوانيه، قاعد احط معلومه احط اعلان احط عن شيء يجيك بعد 4 ايام انت قايل عن المنتج الفلاني قبل 4 ايام. طيب وينك انت من 4 ايام؟ ويوم انك تدري ان انا قايل قبل 4 ايام ليش ما كبتشر؟ زين بلغهم اي بس هذا يعني هو قاري ولا ايش دراني قبل 4 ايام قايل؟ ما هو قاري بس الجمهور يبي احد يدلعه. لا مو عندي، لأنه هو يحبك. لا فدايما لا. الإنسان لما أنا معاهم بطبيعة الرجل الشرقي ما في دلع. إيه حتى مع المتابعين. زي ما شاء الله في هذه الأجواء الرمضانية دائما نشوف في كل سنة عودتنا إنك تقدم شيء شبابي أو تطوعي حق متابعينك. كل سنة هذه أخذها عادة مشارب يابس. هي أنا بلشت السنة اللي فاتت كنت أسوي للهوم بزنس اعلانات باسعار مخفضه، والمبالغ هذه التي رايحه يروح للاسر المتعففه والمحتاجه، يعني الحمد لله قاعد نجمع مبالغ يعني تسد حاجه الاسر هذه. وشيء بشيء يذكر، ودي انوه للساده المشاهدين ان باكر الاخ محمد الحصان كويت بينك عنده حمله كبيره، حملة تبرعات كبيرة للأسر المتعففة والمحتاجة، أعتقد عنوانها ابشروا بالخير. فنتمنى إن شاء الله يعني أن الكل يساهم في هذه الحملة لو بدينا. بتكون مشارك فيها إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بتكون داعم إعلامي بإذن الله. جواك الله. طبعا نشكر أكيد محمد الحسنان على هذه، وهذا مو غريب على أهل الكويت صراحة. وأنت هم نشكرك على هذا المسؤولية الإنسانية التطوعية اللي قاعد تقدمها. هذا جزء من مسؤوليتنا إحنا كمواطنين كويتيين، مش مشاهير سوشيال ميديا ولا غيره، هذا جزء من مسؤوليتك يعني إنسانية. اليوم أنا الأخت حصة أخوي محمد، أنت اليوم لو تسمع عن أسرة محتاجة ماتت رمضان، أنت من نفسك ما راح تنطر أحد يقول لك، صح؟ راح تبادر، راح تحاول وتسأل عن أسر أخرى. أنت ما راح تروح حق أسرة معينة، راح تقول إذا عندكم أسر غيرهم بلغوني. وهذه طبيعة أهل الكويت، يعني الله حافظ هالديرة بأعمال وأفعال أهلها. بس في حملات وايد محتاجة هذا الدعم، ممكن أنت تعلن عنها وتقدم يعني إعلانات؟ أي حملة خيرية، أي طلب إنساني يوصلني أنشره دون تردد. بس من غير ما تعصب، إذا واحد يسألك تقول أنا حاط إعلان قبل يومين. لا لا هذا إعلان تجارية عصب. لا الأعمال الإنسانية بالعكس سويها من طيب خاطره. حلو. بس هذا لا كم هذا شيء مو غريب عليك، اتذكر حتى بالصيف العام الماضي يمكن او اللي قبله قدم شيء حق المساجين انت بصفه شخصيه مع بتعاون مع انا اقول لك هذه القصه. كنت بسافر فشيكت انا من كثر القضايا لازم قبل السفره بيومين اشوف علي مع سفر ولا ما علي مع سفر، ولا علي مع سفر في قضيه وفيها رسوم. نعم. فرحت مستعجل فقال اروح صليبيه اللي التنفيذ المدني يدفع. فانا رايح ادفع اسمع بالغرفه الثانيه بنت قاعده تبكي. كان اسال الموظف قلت له ايش قصه البنت؟ فقال لي مسكينه عليها 350 دينار وضابطينها ورايح لها عند المدرسه يعني خلصنا موضوعها. فقعدت اسولف وياه قال لي عندنا حالات كثيره من هالنوع. فبادرت طلبت من مشاهير السوشيال ميديا انه يعني لو تساهم باي مبلغ كان بتفك عوق بنت مرة عودة رجل مسن. ويعني الحمد لله يعني ساهموا معاي اخوي يعقوب وشهري راحوا وياي التنفيذ المدني
دانا طويرش كانت بتسافر قالت انا بحول لك مبلغ ودفعه. ليكون ذكرت عشان الهديه قبل ايضا ليكون ذكرت عشان الهديه اللي دزتها لك قبل لا لا حشا والله يعقوب ما دز لي ولا شيء ولا عهود بس يعطيه العافيه اكيد دانا طويرش غريبه. مش انا ذكرت ان بعض يعني بعض التصريحات اللي تصرحها بتويتر او مواقع التواصل الاجتماعي عندك مصادرها ومتاكد من مصادرها، من وين لك هالمصادر؟ ماكو اي انسان يكشف عن مصادره ولكن مصادري كل مواطن كويتي. زين ساعات مصادرك سريعه يعني قبل لا تنتشر انت اول واحد تقولها. ساعات تجيني معلومات حصريه اي اي من مصادر عاد من قلب الحدث أوكي. بس ما اقدر اقول لك اكثر من كذي لان لا راح اشوف مصادر. مجموعه ناس تجيب مصادر مخاطره. لا والله لا عيوني هم منهم من نفسهم احيانا اتكلم عن قضيه فساد في المكان الفلاني مثلا فاقدين في موظفين في المكان الفلاني ما اعرفهم هم اللي قايلين يقول لا ما هو انا وصلتني طرف معلومه تكلمت عن المعلومه اللي عندي حلو ففي موظفين يجون يكملون لي هذه المعلومات يعطوني مستندات يعطوني ولكن ما انشرها انا الهدف مو الاثاره الاعلاميه كثر ما هو حل هذه المشكله احيانا توصل لي معلومات كثيره عن مشاكل الجأ للوزير المختص اقول له والله ترى عندك واحد اثنين ثلاثه يعني في مشاكل ما تصرحتها بال لا كثير كذا احنا نبي الحل ما نبي الإثارة بالنهاية ما في خصومة شخصية مع هالجهة أو هالجهة تبي تحل الموضوع قدرنا نحل بسكات كان بها ما قدرنا نحل بسكات كل من يتحمل عمايله عاد أكيد بلا شك بالنهاية هو الهدف مصلحة الوطن والمواطن مشارب يا بس دائما لك علاقة يعني خلنا نطلع من جو السياسة شوي نروح حق الفني علاقة يعني علاقاتك ما شاء الله مع كبار النجوم هذه شلون تواصلت معهم شو العلاقة شنو سر هالعلاقات القوية هذه شوف أنا أحب الفن والطرب و تغني بعد نبيك تغني لا لا هذه ترى تكون برنامجكم يعني انا من صغري من عمري 7 سنين اعشق شيء اسمه عبد الله الرويشد اموت على عبد الله الرويشد يعني اغلب الفنانين يعني بالكويت نبيل شعيل اخوي العود وحبيبي عبد الله الرويشد نوال مساعد البلوشي عبد العزيز الضويحي علي عبد الله حمد العماري مطرف المطرف في الخليج عبد المجيد عبد الله راشد الماجد ماجد المهندس فهد الكبيسي ومجموعه رابع صقر رابع ترى تلاقيت وياه اكثر من مره في لندن قبل حفلتها قعدنا سولفنا وياه انا واخوي العود سالم الهندي بفواز وقعدنا نسولف بس الظاهر هو مواصله ايش انا كاتبه عنه فالعلاقه كانت حميميه شوي حلو زين دائما بالحفلات بالمقاعد الاولى حسديني انت بالثانيه تبعدي ولا بالثالثه زين تذاكر توصلك كذا تذكره صح؟ ما راح اعطيك ليش؟ بس رفيقك صديقك ويتنج ليست قدامك وايد طويل ويتنج ليست طلابه وايد حلو دائما ما شاء الله علاقاتك مع هذه النجوم بكل جرأه مشارب ويابس يغني لمتابعينه انا ادري ان صوتي مو حلو وصوتي مزعج ولكن قاعد ارضي غروري تطفشهم؟ لا قاعد ارضي غروري انا احب اغني فاغني انا مو مهم صوتي حلو ولا مو حلو زين نبي الحين متابعين الخبقه الحمراء يسمعون منك على الاقل شوي لا صعبه صعبه لا صعبه انا اقول لكم بوجه لكم رساله متابعينا مشارب ويابس غير المواقع التواصل الاجتماعي انسان خجول ولكن في 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 سناب شات وايضا انستغرام وغيره ترى تويتر جريء شوي ترى والله هذه طبيعتي هني وبسناب شات بس على حسب الموضوع يعني اليوم ما يصير اتكلم عن حفله وانا معصب حفله وناس ولكن موضوع سياسي موضوع في مشكله بالشارع ما يصير اقول والله زحمه وانا قاعد اضحك ما اضحك صح هذه طبيعتي فالناس وايد تقول لي انت غير خجول انا خجول خجول انا حياوي شوف خدودي احمرت من السؤال بس انا مبين بالكاميرا انت الكاميرا تمتن اي ورياضي قاعد تمشي كل يوم تقريبا ساعه بالافنيو هو مو رياض أنا بالكويت ما تحرك نهائيا بيت دوام شاليه دوانية ما تحرك بالمرة فما تحرك وامشي إلا بالسفر إلا الجو ما يساعد برمضان فرصة قبل الفطور عندك وقت طويل اليوم طويل فأطلع قبل الفطور الساعة 5 أروح الأفنيوز أمشي لي ساعة مو من باب والله بسوي رجيم وأنا مشيت انضعفت ما بقى فيني إلا خشمية فمن باب بس الحركة بركة الحركة بضيع اليوم بس بس يعني ولا الرياضة مو مهنة لا كسول جدا كسول حلو فوق ما تصور كسول زين مشارب ويابس نقول لك يعني سمعنا خبر ونبي نبارك لك ألف مبروك على ملكش زواج ها زواج زواج من يقول هذا سمعنا خبر شيء ملا يجيب مصادر لا مصادر ما يجيب خلاص اللي قال أنت مو لا ما فكرت عزوبي إلى هذه اللحظة عزوب زين ليش طافر ليش مناوي تأخذ هذه الخطوة ما لقيت وحدة تستاهلني للحين
قاعد تستثمر نفسك. لا لا يعني انا يعني انا جوهرة ولازم مو اي احد ياخذها، فلازم هذه اللي باخذها تكون فعلا تستاهلني. ما لقيتها. زين شنو مواصفاتها؟ ماكو اي مواصفات ببالي. ملاك يعني؟ لازم تكون ملاك ولازم تكون على طول سايلنت. انا سايلنت. اقول اي لازم تكون يعني الحكي حقك. ما احب الهذره. اي انا اسولف إيه هي تسولف. ما يصير كذي. لا لا بس يصير توازن بالبيت يعني، اذا انت تسولف وهي ساكته صح. والله خلنا نتزوج المقابله الجايه. انا الوالده تحن يعني. الوالده خلاص فقدت الامل. فقدت الامل؟ اي خلاص يعني. معناها هي موصيتنا اني بطاري الموضوع. قالت كيفك خلاص. الوالده سلم رفعت الرايه لهذا عبد المجيد علقتها باللون الابيض رايتي هذه الوالده. خلنا نتكلم بشكل جدي شوي. انت ليش مو يعني ليش مو راضي تتخذ هذه الخطوه؟ ناطر سنه سنتين يعني. والله شو هو نصيب بلا شك. ممكن يجيك عمرك 21 سنه، ممكن يجيك عمرك 45. انت رافض مره واحده؟ لا لا انا مو رافض. هو شر لابد منه. اوه لا لا ان شاء الله خير. لا شر لابد منه. ولكن حصه مو عاجبها هالكلام. ايش رايك حصه؟ لا انا قاعد انطر كلامه يعني. هو راح يصير. انت تحاول تبعد هذا الشر عنك كثر ما تقدر، وهو بيجي فيك. الا عاد اذا ربك كاتب غير هالشيء هذا موضوع ثاني، ولكن هو فيك. زين وين الناس قاعد تتابعكم ملايين ما شاء الله من خلال السوشيال ميديا وانت لابس الشماغ هذا اللي مشون لونه بالبيت؟ ترى مطلوب. سايمينه مني ب2000 دينار ما بعته. مزاد بدش فيه. طالبينه مني والله، طالبينه مني. قلت له اسف. هذا كل رمضان يطلع ليله العيد يروح المصبغه ويرجع يتعلق بالكبه لرمضان الجاي. حلو. مشارب ويابس بالاجواء الرمضانيه تحرص انك تمر دواوين ربعك واصدقائك ولا قبل؟ حاليا قبل. اي الحين 3-4 دواوين اصدقائي المقربين وبس. اشمعنى؟ زحمه. يعني انت اليوم قصير وقت الفطور ليل مساك قصير، ما يمديك تروح دوانية واحدة إلا ضاع اليوم كله، وزحمة شوارع وبعض الدواوين خصوصا دواوين الوزراء النواب أمك لا إله إلا الله موجودة داخل، فما يمديك حتى تسلم إلا قال الله أكبر أذان الفجر. صح. فالواتساب يغني عن هذا كله. يقولون هالعرضية قبل يومين كنت عندهم. موجود عند مبارك شهري. صح. تابعك محمد ها؟ أكيد. لا زين إحنا بنحط لك صور الحين مع مخرجنا سعود الرم. خلينا نشوف نبي تعليقك على هالصور هذه وأناقة بمشارب ويابس. واضحة عندك؟ هذا صورة الوالدة. الله يطول بعمره الوالد القائد. الله يحفظه. يعني مثل الأعلى وقدوتي في الحياة. تستشيره في بعض مثل المواضيع اللي تطرحها بالسوشيال ميديا؟ ما استشيره، لأن أدري ما أحب أكلم أحد بشيء ويكون رأيه عكسي وبعدين أروح أسوي. أي أسوي اللي ببالي بعدين عاد أسولف وياه في هالأمور. من الصغير اللي وياه؟ هذا ولد أختي سعود. ولد أختي. أكيد مو ولدك يعني. لا لا لا. يلا خش. خل نشوف الصورة بس. الصورة. يا حلو. هذا هو سعود. الله يحفظه. الله يحفظه إن شاء الله. هذا حبيب خاله. ما شابه معنى الولد يشابه خاله بس ما في منك. لا اوه هاي من نطلعها. لا هذا اسرار. هذا عمر. هذا ايام الجامعه، ايام انتخابات الجامعه. انت وينك ما اشوفك. انا اللي مشنقل فوق هذا لا لابس اسود. والله شني الله يذكره بالخير اللي غني القلب المحتاس ماكو بشار سلطان بالضبط. لا زلت متواصل مع ربعك واصدقاء الدراسه ولا؟ انت ديوانيه واحده تمرها، ديوانيه شو اسمها الرياضيه اللي تمرها، ديوانه الذاير. الذاير لا هذه الديوانيه اليوميه. اليوميه ولكن في يعني ربع الجامعه برمضان كل اربعاء فطور. حلو. انت مع امس اي امس كنا هناك. حلو. وعلى مدار السنه اسبوعيا في ديوانيه نتلاقى وياهم، انا تواصل وياهم بالتليفونات، لكن تدري اللي تزوج اللي شغال اللي، ولكن على تواصل مع اقاربي. مشاري كونك مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي خليك هالشيء محط انتقاد، فيعني لما تروح حق ناس مثلا دائما يسولفون عن المواضيع اللي انت تطرحها، هالشيء يخليك تتفاعل زياده بالموضوع، ام انك انت ما تحب ان المواضيع اللي تطرحها بالسوشيال ميديا تكون محط نقاش في الدواوين؟ بالعكس انا استمتع في النقاش، خصوصا اللي صار النقاش مع طرف معارض لرايي. لان بقعد وياه لنهايه رمضان اقنعه ان انا صح وانت غلط. بس المشكلة وين؟ المشكلة كونك مشهور أو معروف في السوشيال ميديا، هناك ناس تحب مشارب ويابس. صح. وهناك ناس تكره مشارب ويابس. اللي يحبوني ما عندي مشكلة وياهم، ولكن هي البارت الثاني اللي ما يحب مشارب. في ناس ما تعرفك وما تحبك. صح. سمعت عنك. حلو. شو سمعت عنك؟ صحيح اللي سمعوا عنك، مو صحيح ما له شغل، ولكن هو يكون أسير اللي سمعه أول مرة عنك. وكثير حالات يعني ناس أقعد وياهم
ما أعرف. فمع السوالف تلاقوا وياهم بدوانية بسفر، فعقب ساعة ساعتين من السوالف يقول لك إن أنا ما كنت يقول لي صدق أنا ما كنت أحبك وكنت ماخذ عنك فكرة غير، لكن يوم قعدت وياك هالساعة ساعتين تغيرت نظرتي 180 درجة. مو قاعد نقول قبل شوي أنت بسوشيال ميديا شرير شوي أو جريء شوي، لكن على الطبيعة على حسب الموضوع. يعني في ما قلت لك موضوع يتعلق في قضية فساد، في حالة إنسانية، في ظلم، أنت من داخلك التفاعل لا إراديا. ولكن في بارت يعني أنتوا حين هديت ركزتوا على السياسة، مو السياسة إحنا لا هديتوا بارت الحفلات والوناسة والحفلات نرجع لها. بس أنا عندي صورة إذا سعود كرمت تحطها خلينا نشوف مشارش. هذه صورة منه؟ أوه هذه الصورة يا محفوظ السلامة سنة 1990 90 15/5/1990 15/5 حافظ اليوم؟ اي لانه كان هذه سلطه، هذه بعمان الصوره. بعمان؟ اي هذه بعمان. هذه ما شاء الله ذاكرتك قويه. اي هذه اذكرها كنا بعمان سنه اعتقد 88 87 هذه لها قصه. هذه مع اخوي بدر اللي اصغر مني بسنه. هذه اعتقد انها بالغردقه سنه 91 ما شاء الله. 91 ما شاء الله. اعتقد اي بمصر بس وين بالضبط؟ من اللي معاك؟ هذه كنت ممثل في أوبريت اسمه صرخة للعالم سنة 92 كان يتعلق في موضوع الأسرة بعد الغزو. وشاركت أنت؟ أنا يعني البطل. عندك هواية التمثيل؟ أنا البطل كنت أنا وولد المخرج الله يكرمه خير حسين المفيدي علي علي المفيدي كان إخراج حسين المفيدي. ما كملت المجال بالتمثيل ما عندك كاريزما يعني؟ اختاروك المدرس لقيت اختارك؟ لقيت عمري بتويتر يعني هذه الأجواء هذه المرعب وحمود من اليمة ما أشوف جاسم يعقوب المرعب الله يطول بعمره أبو حمود. هذا يوم خذينا العام أعتقد يوم خذينا الدوري القادسية خذ الدوري. يلا عسى الله إن شاء الله يكتب ذكريات جميلة الرياضة لها إن شاء الله تكون لها ردة قوية إن شاء الله بالكويت. والله ما هقوتي لا أنا لا إحنا متفائلين كلنا متفائلين الحمد لله ولكن ولا إحنا على الأزرق إن شاء الله إن شاء الله بنشوفه إن شاء الله نشوفه مشارب ويابس. يعني من خلال تعاملك مع الناس مع مشارب ويابس والضد، في ناس دائما حتى ردودك تشوف تعليقات تقول يا جماعة أنا ما أتكلم كاني للطرف الفلاني، يعني أتكلم عن القضية ناس لا تعول هذا يأذيك ويزعجك. أنا يزعجني سوء الفهم. اليوم لما يتكلم على برنامج غبقة رمضان أو غبقة الحمراء أنا قاعد لو انتقدت قاعد انتقد البرنامج، أنا مش قاعد انتقد محمد الوصفي أو حصة الوطاني، ولكن أحيانا ممكن حصة الوطاني يصير عندها رد فعل. الموضوع مو شخصي، الموضوع يتعلق انتقادي للموضوع وليس للأشخاص. ما صار إنه صار في انتقاد للأشخاص؟ في مواقف. إيه أنا ماني ملاك. صح. يعني لي أخطائي واعترف. وأحيانا أدش في خصومة مع أشخاص. يعني في أشياء ندمت عليها؟ أنا ما أندم على شيء سوي. الندم ما له مكان بحياتي نهائيا. خلاص سويت شيء صح صح. غلط خلاص ما عيده مره ثانيه وانتهينا. بس عنده مش حق لا كاني قريت لك مره في لقاء او سمعت لك في لقاء عفوا انك ندمت انك دخلت السوشيال ميديا. مو ندمت ولكن لو عاد فيني الزمن ما راح اسوي اللي سويته على كله. لا يعني في جزء من حياتي راح صار مو ملكي، الخصوصيه راحت. اليوم التصرف محسوب عليك، النظره محسوبه عليك، الكلمه محسوبه عليك. احيانا تروح يعني أذكر موقف كان عندنا حالة وفاة الله يرحمها يدتي الله يرحمها. في المقبرة خلاص أنا بطلع يعني حيدتي متوفية وطالع من المقبرة بروح يوقفك واحد عظم الله أجرك أجرنا وأجرك ممكن أصور معك مشكلة. شو تسوي في الموقف؟ صح تضطر حياك يعني تمر الناس ما تقدر إن أنت بني آدم تكون زعلان تكون مضايق تكون مستعجل مالك خلق تكون يعني فأنت مجبور أنك تتصرف بطريقة واحدة مع الجميع. الله يعينك والله خصوصا أن متابعينك يستاهلون وأنت تستحق هذه المكانة. يعني أنا لو مو متابعيني كان ما صار مشارب ويابس أو ما وجد مشارب ويابس، ولكن فليعذروني إذا كنت في يوم مضايق إذا مستعجل. وأنا من طبعي ترى ما أحب أرد أحد. أي ما ترد أحد، أنت تقول شيء بسناب يا جماعة لا أحد يصور معاي رجاء لا أحد يخزني بيصور ومتردد. لا لا أكو ناس تبي تصور صور بس تعال وايد ناس يجونك يبي يصور سناب فيديو قول كلمه شكو صح شكو يعني انت مو محضر مو ببالي مستعجل يوعان ساعات يوكته قاعد تاكل زي اللقمه بحجي طب يخلص تاكل
فتصير المواقف هذه، لكن احاول ارضي الكل، واذا زعلت احد فسامحوني. لا بس مو اكيد، بس شنو سر حبك حق لندن؟ هذه لازم باك جراوند. يا بلد بلد مريح، بلد مريح، يعني المكان الوحيد اللي تقدر تمشي فيه، تمشي 3 ساعات 4 ساعات، جو حلو، ناس كل من بحاله، غير عن باقي الدول. الحياة بسيطة، بلد بسيط والحياة بسيطة، حتى اللي يوم نتكلم نقع بلندن. لا لا وين ما ادش الاقي بويه. لا بس لندن لها اجواءها حلوة، يعني مختلفة غير عن اي دولة اوروبية ثانية. وين ما شوف، وين شوف كل السياح، احنا فترة صيف قادمة الحين، تلاقي البرنامج مالهم هالمكان 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 لندن لندن. لازم لندن من ضمن المنيو. حلو، لازم. حلو، عسى الله يقويك. احنا بنحطك امام اختبار اعلامي، انت ما شاء الله قدمت برنامج في السوشيال ميديا فتره انتخابات، انتخابات ما انتخابات، يعني مو غريب عليك، لكن احنا بنشكرك على تواجدك معنا في اللقبه الحمراء وشرفنا فيك. شرف سقب الله طاعتك ان شاء الله. لكن الختام هذه كامرتك، اختم اللقاء. اعزائي المشاهدين، خلكم معانا بعد هذا الفاصل، راح يكون معانا الفنان القدير محمد المنير، وسامحوني اذا قصرت الحين برد ضيف، ها سامحوني اذا قصرت، ونشوفكم ان شاء الله برنامج بالعيد باذن الله. ان شاء الله يعطيك العافيه ونورتنا، وكل عام وانت بخير ويتقبل الله ان شاء الله منك وصالح الاعمال، نورتنا. مشكوري، الله يعطيك العافيه. مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا اللقاء الجميل مع نجم من نجوم التواصل الاجتماعي واللي نفتخر فيه كشباب، يقدم العديد والعديد من النصائح والارشادات التي تعود بالنهايه للوطن بالفائده والمواطن ايضا. ننتقل معاكم مثل ما عودناكم فقره الدواوين، ولكن نروح حق غبقه النائب فيصل الكندري بعد هذا الفاصل.